على مائدة مسؤول مع محمد غازي. مستمعين الكرام، رجعنا لكم من جديد في حلقة جديدة ويوم جديد أكيد مع طاولة مسؤول، والحديث على طاولتنا مع المسؤول الذي لا زال مستمر معنا من خلال الاستوديو من ثاني يوم، ولكن هو زارنا وقال أكمل الحلقة معاك للنهاية، حبا في الجمهور، حبا في اللي يسمعنا. هذا أنا محمد غازي صدقة، ورحبوا معاي بضيفي الكريم طبعا الأستاذ عبدالله بترجي، نائب رئيس النادي الأهلي وأصغر نائب رئيس نادي في المملكة العربية السعودية، والعقل المستثمر المفكر الذي يبحث عن طموح شخصي وإنجازات لمصلحة نادي النادي الأهلي. مرحبتين سعد عبدالله. يا هلا وسهلا سعد عبدالله. كان حديثنا في حلقة البارح أنه النادي الأهلي ينتظر جمهوره الجديد في العام المقبل. طبعا زي ما ذكرت لك انه اذا رغمنا ان يكون النادي الاهلي متواجد في السنوات القادمه على منصات التتويج والمنافسه في اقوى البطولات، يجب ان يكون العمل والجهد والاخلاص اللي كان متواجد في السنه هذه والنيه الصافيه طبعا قبل كل شيء مستمره بنفس الكفاءه، اما كانت تحتاج انه نزيد عليها. نعم. المحافظة على بطولة الدوري، أتوقع الآن أنت كسرت عقدة معينة أو يعني نقول حاجز كان موجود، الحمد لله أنه ذهب عننا، فبالتالي الآن لابد أساس نكون محافظين على الدوري، يكون تخطيطنا بطولة آسيا. الآن أصبح الطموح قاري، يعني السنوات القادمة ما حتكون في الأجندة اللي هي اليوم الجمهور واعي. نعم. ويمكن يعلم كل شيء يدور في نادي. اليوم انت قلت انا اليوم ما ابغى اركز في اسيا عشان اجيب الدوري. صحيح، ركزت في، وهذا كان كلامكم بالفعل في الإدارة. نعم. ركزنا في الدوري وحصدناه، اليوم احنا لابد نطالب نفسنا باسيا، واللاعبين لابد يطالبون نفسهم باسيا، والجمهور بيطالبهم باسيا، لان الجمهور من الان يعد العده لاسيا. نعم. وبالتالي النادي الاهلي يستحق انه يكون بطل اسيا، ويستحق انه يلعب في بطوله انديه العالم، والاستحقاق هذا لازم يكون وراه زي ما قلت لك إخلاص وعمل دؤوب تكاتف الجميع. متى ما تحقق الأمور هذه يبقى توفيق رب العالمين هو الأول والأخير، وبإذن الله الله ما يخيب لكل يعني لأي مجتهد عمل بإذن الله. عبد الله خليني أسألك في جانب روحاني أو رمضاني، كيف علاقتك مع الأهل، الوالدة، الوالد، حضورك معهم، تواجدك معهم، كيف بتكون طقوسكم في رمضان مع بعض؟ يمكن زي ما قلت لك الإفطار دائما يكون في بيت الوالد والوالدة الله يطول في عمرهم. الله يحفظهم. بعد ذلك طبعا الإنسان بيتجه سواء لصلاة التراويح أو من بعد التراويح يكون له عمل أو شيء، وبعد كذا يمكن في بعض الأحيان يكون في السحور، في بعض الأحيان تكون في مع في صحن مفضل لعبد الله بترجيك يطلبه من الوالدة دائما. والله ما دقق كثير في الامور هذه، اهم شيء حضور في سحور، والباقي ان شاء الله ما اقدر عليه. اهم شيء المناقيش. والله ما اشوفها على ما في الصباح هذا. طيب. بس في الايام العاديه. كلام جميل. طيب عبد الله، مين في واحد من زملائك اللي يعني كنت تتمنى انك انت توصل له رساله خاصه من عبد الله بترجي؟ لا شوف، إن نقول واحد احنا كذا نظلم الكثير. انا عارف انه انت اصدقائك كثر بامانه، يعني انا عارف انه عندك بي ار ما شاء الله كبير. لا بغض النظر، انت في اليوم الاخوه والصداقه اذا خاصه اذا كانت ترتبط من سنين الطفوله لين الوقت هذا، فصعب انك تجي تختزلها في واحد. نعم. فبالتالي الانسان اللي انت كنت معاه طوال السنين هذه او الناس او الاصدقاء اللي كنت معاهم، بالتالي كل واحد يستحق منهم انه يذكر لك. المجال ما يسع انه يكون الشيء هذا يمكن للمستمع، ويمكن المستمع ما يهمه في نفس الوقت الشيء هذا بقدر ما يهمه عبد الله. فبالتالي انا اعتز بكل اصدقائي اللي موجودين، وكلهم كل محبه وكل تقدير، واسال الله يعني يكون دائما محبتنا وصداقتنا في الله. في يعني فصول صيفية تسمى أو دورات صيفية، طب أنتوا ما فكرتوا كالنادي الأهلي مثلا أنه يحدث دورات صيفية مثلا للجمهور وفعاليات وكذا وتواجد في فترة رمضان أيضا؟ والله شوف، يعني تعرف أنتوا نادي رياضي اجتماعي ثقافي، فبالتالي رسائلكم كثيرة. يعني بالطبع الشيء هذا المفروض هو الأساس يكون لكل نادي، لكن
بالمقارنة على السنوات الماضية في النادي الأهلي كان الدور الاجتماعي أتوقع السنة هذه في الأهلي ملحوظ من الجميع سواء الإعلام أو على مستوى الجمهور. لازم يعني زي ما تقول نعترف بالمقومات اللي موجودة في الأندية السعودية. صحيح. نعترف أنه في قصور مالي أو في عجز مالي في الأندية هذه. أنت اليوم عشان تيجي تقارن الأندية السعودية اللي موجودة من ناحية منشآت أو من ناحية خدمات ممكن تقدمها لجمهورها أو بشأن عام لل يعني تكون كم منشأة لمنفع عامة للجميع. نعم. ما في المقدرة هذه بحكم أن أول شيء صورة المنشآت يلا أنها تكفي اللاعبين الموجودين في الأندية فبالتالي بتكون موجودة على استحياء في الملاعب الخارجية في الصالة المغلقة حسب وقت التمارين الفريق الأول المسبح. فأتوقع أنه هي زي يمكن أستغل الفرصة أنه رؤية الـ 2030 اللي رؤية الأمير محمد بن سلمان كرؤية أمير شاب. نعم. يطمح أنه طموح لكل الشباب السعودي. نعم. وجاي من يعني لما يكون الطموح وتكون رؤية من نظرة الشباب نفسهم بتكون أتوقع أن يكون إن شاء الله رؤية موفقة وبتغير الكثير. نعم. من الداخل من داخل كل شاب بالضبط. فبالتالي يمكن مع التغيرات اللي جاية هذه يمكن تكون الأندية يعني فعليا هي اجتماعية وهي ثقافية وهي رياضية. أما الآن عشان ما نضحك على بعض فهي رياضية بحتة واجتماعية في بعض الأحيان. كيف تشوف ملف الاستثمار في الرئاسة العامة لرعاية الشباب؟ هل ترى أنه مثمر في الفترة المقبلة؟ هل ترى أنه في تطورات ولا أنتم بتعتمدوا على مداخلكم الشخصية من خلال أعضاء الشرف والناس اللي ملتفة حولين النادي؟ والله شوف الآن طبعا الرئاسة يمكن تقريبا ما لها علاقة بالأندية بقدر ما الاتحاد السعودي والرابطة. الرابطة الآن الحمد لله يعني في ظل وجود الأستاذ ياسر المسحل أنشأ اللي هي في الأخير كان في اجتماع مؤخرا وحددوا فيه يمكن بعض السياسات وأعضاء مجلس الإدارة الخطوات موجودة وتحتاج يمكن نحتاج لسه يمكن لها كثير أنا أقول كثير هنا بحكم أنه مصاريف الأندية أعلى من إيراداتها. فبالتالي هي منظومة شاملة ولازم تكون لجميع الأندية ومن بعدها يمكن الواحد يقدر يحدد إيش اللي إذا ارتبط بخطة أو استراتيجية معينة ويمكن الواحد يقدر يحدد. أما الآن نتوقع كل نادي يشتغل على 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 مقدراته اللي موجودة لديه أو والدعم اللي بيجيك سواء من النقل التلفزيوني في حسب مركزك. نعم. وعبد اللطيف جميل فما هو بالتالي حتى الدعم التلفزيوني وعبد اللطيف جميل ما يمثل يمكن إلا 20% من ميزانية الأندية. نعم. فطبعا في النادي الأهلي يتميز الحمد لله بوجود الأمير خالد بن عبد الله الشخص اللي أشوف ما في أي أحد يقدر يخدم دعم هذا الرجل أو إخلاصه أو محبته للفريق على سنوات طوال. ما أتكلم على السنة هذه يمكن السنة هذه تميزت أنه كان واقف معنا كإدارة شابة بكل مواتية من قوة لكن في الأخير الأندية لابد أن هي تعتمد على نفسها. نعم. عبد الله كيف مساعد الزهري معك؟ هذا الرجل يعني أنا لن أوفي يعني حقه في سواء في المدح أو في الثناء أو أول شيء يعني عندما يضع رجل بشخصية الشيخ مساعد ثقته ونادي كبير على عبد الله بترجي هذا بالنسبة لي تعني أشياء كثير. وعندما يتحدث فيها تعني أكثر وأكثر. يعني أكله كل محبة وكل تقدير ويعني رجل في زمن قل فيه الرجال ما في إلا أني يعني أرفع له عقالي وطبعا أنا يعني أعتبره أخي الأكبر. طب ايش قصة الاستراحة اللي مطلعها اليومين؟ اذا بتسأل لازم تجي. اذا ما تخوف نجي. لا ان شاء الله ما تخوف. طيب. طبعا كانت اجابة عابرة مع بعد لقاء مباراة الهلال. مضبوط. وكانت مع الكابتن خالد الشنيف. نعم. وتعرف كان كنا كلنا يمكن كأهلاوية متشنجين مع المباراة وصعوبة المباراة. أي. وفرحة المباراة في نفس الوقت. فبالتالي أبو هليل في العادة دائما يكون له زي ما تقول هادي أبو هليل دائما هادي بس إلا ما يرمي محاش أو يدخل يمين على ما قاله
فكان الكابتن خالد هو أول ضحية فيها ولحق عليه بعدها إبراهيم البكير. مضبوط. طيب يعني ما في ما فيها سالفة هنا الحين، بس المهم إنه في استراحة. السالفة إذا جيتنا على سر الاستراحة، هذا سر لا زال غامض لازم نكتشفه مع عبد الله بترجي ومساعد الزوهري. طيب خليني أسألك عن صالح العمري، يقولوا بسبب مشاكل كذا في دائما في وسط الطيارة، في وسط المعسكر، أغاني هازيج بدر تركستاني، جنون يعني. والله احنا في مباراة بهدلكم رايح جاي يقول تحديدا في مباراة الهلال بعد كأس الملك، كان الكابتن صالح اول من قام يغني فجأة يعني كذا لوحده، وحاول في الاخير يعني سحب الطيارة، سحب كله. سحبنا كلنا معاه و له مستقبل في المدرجة على طول. لا الكابتن صالح صراحة يعني هو يعني مرح، وبالعكس في الوقت هذا بعد مباراة فوز وتفوز على الهلال في 5 أيام يعتبر يعني شيء طيب، فبالتالي كان النوع من تغيير الجو في الطيارة وراجعين في آخر الليل وكذا، فهو بطبيعته إنسان يعني مرح وقريب من جميع اللاعبين. عبد الله، الفرحة الهستيرية اللي كانت معاك بعد نهاية مباراة الهلال في الدوري، خليني يعني أخذك في هذا الجانب. أنت الفرحة الهستيرية اللي صارت تبين أنك كنت في مرحلة ضغوط كبيرة جدا كنت عايشها ما بينك وبين نفسك. طبعا هي يمكن بدايتها مع الهدف، هدف حسين. مضبوط، المقهوي. أي هدف الثالث. أي كانت سالفة الطيحة وما الطيحة و طيحة يعني كانت غريبة عبد الله. ما أدري وش اللي صار ولا تسألني يعني، حتى كنت ماسك العسكري حاضر. مسكت ما لقيت أحد، فهو أول واحد يعني جاء قدامي، حتى العسكري بعد كذا قالوا يحسبني إني طحت من فوق يعني. أنت انجرحت فيها، شفنا دمان. لا لا هذه كانت بعد المباراة، بعد سالم الأحمدي لما كان داخل ملعب مبسوط بعد انتهاء المباراة. فالظاهر هو اللي كان على شفته فيه دم او شيء فجاء فيني، فبعدها صارت الاقاويل اللي على الدم هذا. شوف لما تشتغل، طبعا نحيي استاذ سالم الاحمدي اكيد حبيبي مدير المركز الاعلامي بالنادي الاهلي. طبعا اذا في ضغوط اكيد كانت في ضغوط، مرحله ما كانت سهله ولا كانت يعني ولا كان متوقع انها تنتهي اصلا قدام الهلال. يمكن في الأوان الأخيرة بس اللي اتضحت إنه ممكن تكون مباراة الهلال والأهلي هي اللي ممكن يكون يتحدث فيها البطل. لما تعمل أنت تحت ضغط وفي بعض الأحيان تكون في حرب أو في ناس تستقصد إنه الأهلي ما يحقق أو الإدارة هذه ما تحقق، وتلتزم الصمت لفترة طويلة مقابل انه يكون الاهلي هو البطل، فالفرحه طلعت طبعا بدون شعور. يمكن لو عاد بي الزمن وتسالني قبل المباراه اني بسوي كذا يمكن اقول لك لا، لكن كان همي الاول والاخير هو النادي الاهلي، وكانت يمكن يعني بالنسبه لي بعد بطوله ما تم فعلا تتويجنا، وفي ثاني يوم لما صرت اشوف الفيديوهات عن الجماهير سواء كبار السن او الاطفال، او يمكن كانت هي هذه البطولة اللي بالنسبة لي أنا كانت أهم، إنك ترسم البسمة على شفات الناس هذه بعد وناس تحسها مرتاحة نفسيا، فبالتالي يمكن هذا يمكن كانت بالنسبة لي أعظم من بطولة الدوري. ففي الأخير كان أهم إنه جمهور الأهلي زي ما وعدنا إنه نفي بالعهد والوعد اللي قلنا لهم عليه إنه هدفنا الدوري. لما خلصت المباراة رحت زرته الأمير خالد بن عبد الله تقريبا في القصر، كان في كلمات أكيد وجه لكم إياها، إيش الكلمات اللي قالها لكم بعد ما شفتوه في بعد المباراة؟ والله شوف إحنا دخلنا وكانت يمكن الباص وصل آخر شيء، فكان قد سبقنا من أعضاء شرف من إعلام، فكانت الدنيا مزدحمة مرة يعني. فطبعا ابتسامة الأمير خالد يعني الفرح اللي كان موجود على ملامح الأمير خالد بالنسبة لنا برضو يعني شيء كثير، لأنه هذا الرجل من زمان يعني يستحق أنه يكون هنا بطل للدوري، ويستحق أنه على قد ما صرف وتعب ودعم أنه يكون الأهلي بطل، فبالتالي كان هذا برضو بالنسبة لنا أنه تحقق، أنه نسعد الأمير خالد بالشيء هذا، هو يستاهل في الأخير كرمز الأهلاويين. كلماته كلمات عاشق
كلمة محب بادر صراحة بالمكافآت وطلب منه الكشوفات مباشرة، وكان يبغى وعد بكأس في الفوز بكأس في ضد الهلال في كأس الملك، والحمد لله اللاعبين كانوا رجال في الثاني كما كانوا في الأولى. عبد الله، كلمة أخيرة توجهها لمن في هذا الشهر الفضيل؟ طبعا أبدأ بالوالد والوالدة، أسأل الله أن يجعلني بار بهم و أن يطفع عمرهم في على طاعته. الجميع من وقف مع إدارة النادي الأهلي ابتداء من الأمير خالد، الأمير فهد بن خالد، الأمير فيصل بن خالد، والأمير بدر بن عبد الله. أذكر كم الأخ عبد الله الصبان كان له وقفات أيضا مع إدارة النادي، جمهور النادي الأهلي وقف من البداية حتى النهاية. نتمنى لهم جميعا أن يكونوا دائما في أتم سعادة وفي أتم فرح مع النادي الأهلي إن شاء الله، وأسأل الله أن يجعلني دائما أن أكون عند حسن ظن الجميع. أنت بالفعل عبد الله واحد من المسؤولين اللي أعتقد وأجزم بأنه يعني جدير بكل التقدير والاحترام، ورجل نرفع له القبعة يعني تقديرا لما يقدمه على شخصيته الجميلة المحبوبة من الجميع. أكيد شكرا لك من خلال برنامجنا على طاولة مسؤول. العفو، تشرفت، وبالذات أنها كانت مع أخي وصديق الطفولة اللي أنت ما ذكرت أبو غازي، فالله يحفظك ويوفقك. يطول بعمرك. بالعكس، أنا أعتز كثير في عبد الله بترجي كأخ بالنسبة لي منذ الطفولة، ولكن اليوم أصبحت شاهد أن حلم الطفولة اليوم أمام أعيننا. أكيد عبد الله بترجي الفرحة بالنسبة له فرحتين، فرحة لجماهير الملكي، وفرحة بالإنجاز، وفرحة بحلم الصغر إلى أن أصبح حقيقة أنه أصغر نائب رئيس نادي سعودي، وأصبح رجل من العقول المفكرة، والمحصلة هو أنه رجل من رجال الاستثمار الذين يقودون دفة الاستثمار بعقلية محكمة، بعقلية فيها دراسة تطويرية لمستقبل للكرة السعودية يبحث من خلال عبد الله بترجي لهذه النجومية. شكرا عبد الله. شكرا حبيبي، ما قصرت. مستمعين الكرام، أكيد تابعونا على طاولة مسؤول، عندنا كثير من المسؤولين وكل يوم بشكل ثاني على طاولة مسؤول في ألف ألف.